يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أتيت للعمل في المملكة وقد التحيت ولله الحمد، ولكن عند العودة إلى بلدي يضيق علينا في اللحية بالذات، فهل يجوز لي أن أخففها عند نزولي مجرد تخفيف فقط؟ أبد، أصبر على دينك، أصبر على السنة، أصبر عليها، ولا من ما حصل منك أذى للناس ولا تعدي على الناس، الناس ما يؤذونك أبدا، ولو أجاك أذى فهو في سبيل الله، أصبر عليه، لا تتنازل عن شيء من دينك إرضاء لهم. نعم.